وسهلا بكم في تتبع قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، واللي غيكون حول موضوع التهميش اللي تتعافوا بعض المناطق في مدينة الدار البيضاء مثل منطقة مولاي رشيد ومنطقة الهاوية. إذن مرحبا بكم في هذا المباشر، نتمنى من الناس أنهم يشاركونا الآراء ديالهم من خلال التعليقات. إذن تتبعي قناة شوف تي في، يلا التحقوا بنا في هذه اللحظات. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من حي مولاي رشيد، واللي الموضوع ديالو شنو رأيكم ومن المسؤول على التهميش اللي تتعافوا العديد من المناطق في مدينة الدار البيضاء كمنطقة مولاي رشيد ومنطقة الهاويين. إذن نتمنى أن يكون التفاعل للمتتبعين من خلال التعليقات، وكذلك يبارطاجيو الناس البيضاوية بصفة عامة والساكنة من هذه المناطق باش توصل رسالة للمسؤولين على مدينة الدار البيضاء. متتبعينا كنعرفو أن هناك العديد من المناطق في مدينة الدار البيضاء التي عرفو واحد التهميش بالنسبة للعديد ديال المرافق، تلقاو العديد ديال الأسبال وسط الشوارع، تلقاو حيوانات ودواب تتساو، تلقاو الحمام مثلا وسط الشارع العام. والغريب في الامر ان هاد الحمام وهادو كيكونوا حدا مدرسة، حدا مستوصف، تقدر تدخل تدل تلقى المستوصف تلقى في واحد الحالة كارثية. والسؤال المطروح، شكون هو السبب، شكون المسؤول على
التحميش لهاد المناطق هاد. الآن بالضبط في حيمون رشيد في مجموعة واحد، في اتجاه حي المسيرة مجموعة ثلاثة. تلقاو كذلك أن البنية التحتية تاهي في واحد الكايتة يعتى لها، تلقاو فيها الحفاري بزاف. الواد الحار دائما تكون فيه مشاكل، وهاد المشاكل تبانو دائما من تكون واحد التساقطات مطرية أن تقدر يفيض ذات الواد الحار. زائد ان تلقاو بزاف ديال الشباب ديال هاد المنطقة هادو تيتعطاو المخدرات، وهادشي هذا اللي تيوصل للإجرام. تبتا تتابعوا معنا تتبع قناة شوف تيفي، ان الصورة تشوفوا امامكم غنية عن التعبير. كذلك مشكل ديال الكلاب الطالة اللي تتهدد حياة الساكنة. تابعوا على الصورة أحد الشباب اللي تحمل في يديه أسلحة بيضاء.
بيع قناة شوف تيفي. احنا لازلنا الان حي المسيا مجموعة 3. هذا من اخطر اماكن احياء مدينة الدار البيضاء. شوف تيفي، السؤال اللي هو موضوع دادشة اليوم، شكون اللي تتحمل مسؤولية ديال التهميش اللي تتعرفوه عدة مناطق في مدينة الدار البيضاء، في منطقة ورياشيد ومنطقة الهراويلي. تبدا تتابعوا معنا ان هنا تقريبا مأب ديال الحمير والكلاب الضالة. شوف تيفي، احنا الان بالضبط في حي مولاي رشيد مجموعة 3. تنديرو هاد الجولة وتندادشو موضوع شكون المسؤول على هاد التهميش اللي تيعرفوه بعض المناطق في مدينة الدار البيضاء، وتنقلو لكم الاجواء اللي واقعين. الان لا في تقاطع ديال الشاي ليس الحياتي اللي تعرف واحد الاشغال اللي هي متاخره ديال الطاموي، وهذا بطبيعة الحال تعيق حتى هو كذلك الحركه ديال السكينه. تشوفوا معنا هذا المكان اللي فيه الاسبال على اليمين بالقرب من مؤسسة تعليمية. وجبت أن نعرف جميع أن مكان بحال هذا قرب مؤسسة تعليمية يقدر يشكل خطر كبير للمؤسسة، لأن دائما في هذه الأماكن ديال الخلاء بحال هكا دائما ما كيكونوا مجرمين اللي تقدروا يعادوا حياة الوليدات اللي تلقاو في المنتصف الخطر، لأن
لان دائما تنقدروا نلقاو واحد جائم ديال الاغتصاب، ديال تعاطي المخدرات. تتبع قناة شوف تيفي كيف تتبع معنا على المباشر، وبالضبط من منطقة مرياشيد مجموعة جوج. هاد الحيوان، هاد الحمار اللي هو غادي وسط الطريق واللي يقدر يشتم خطر كبير على الناس مستعملي الطريق. اذا تتبع قناة شوف تيفي، انتم معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء اللي كان هو عبارة عن دادشة حول موضوع تهميش التي عافوه العديد من المناطق مدينة الدار البيضاء، منهم منطقة حيمونة رشيد ومنطقة الهاويين. نتمنى ان رسالة توصل للمسؤولين على مدينة الدار البيضاء. اذا الى هنا تتبع قناة شوف تيفي، استودعكم الله والى اللقاء مباشر اخر ان شاء الله.